معمر القذافي على شاشة التلفزيون الحكومي للمرة الأولى منذ مقتل ابنه الأصغر سيف العرب في غارة لحلف الناتو نهاية الشهر الماضي. إطلالة القذافي جاءت بمناسبة ما قال التلفزيون الحكومي إنه اجتماع عقده القائد يوم الأربعاء مع أعيان القبائل بالمنطقة الشرقية، لكن من الصعب التأكد من تاريخ الاجتماع، سيما وأن ظهور القذافي هذا جاء بعد تقارير صحفية بريطانية تكهنت بمقتله في ذات الغارة التي قتل فيها ابنه، كما أن حديث ضيف القذافي خلا من مظاهر العزاء للزعيم الذي بدا قويا متماسكا خلال اللقاء. أنا قبلت كل الليبيين ومحمد القذافي، والله العظيم ان الامه العربيه محيط الخليج يعرفوها العرب بالفهم، ولكن عاد ذلك قضيه الشوارع. الله اكبر. ومزيد من القوه هو ما حصل عليه معارض القذافي، ففي معقله ببنغازي تلقى المجلس الوطني الانتقالي المعارض للقذافي دعما دبلوماسيا ثمينا. استقبلنا معالي وزير خارجيه دوله بولندا صديقه كأول وزير خارجية أوروبي يصل إلى بنغازي إلى المجلس الوطني الانتقالي. I have come here in consultation with the High Representative. أتيت إلى هنا بعد تنسيق مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي البارون أشتون. أتيت لأقول لكم إننا معجبون بما تفعلونه، وأننا نعترف بالمجلس شريكا شرعيا للمجتمع الدولي وممثلا للآمال الديمقراطية للشعب الليبي. زيارة الوزير البولندي إلى بنغازي جاءت بعيد إعلان الاتحاد الأوروبي نيته افتتاح مكتب له في المدينة، وبولندا عضو في مجموعة الاتصال الدولية التي اجتمعت أخيرا في العاصمة الإيطالية وتعهدت بتقديم مئات ملايين الدولارات للمجلس الوطني الانتقالي، ولا يزال المجلس يعتبر المجموعة أكبر داعميه، وبخاصة دول كفرنسا وبريطانيا التي يزورها رئيس المجلس بحثا عن مزيد من الدعم. أسد الله الصاوي، بي بي سي.